بزاف منكم كيقلبوا باقا التلفات اشنو يديروا للغدا. هذا الشيء علاش اليوم جبت لك اقتراح ساهل ماهل صحي مع عده اسرار باش ما يتفرزت لك الحوت، وكذلك كيفاش تسيري الميزانيه. يلا معايا الكوزينه ونبداو على بركه الله. مقيله نوضعوا فيها زويته كيف كتشوفي وغير شويه. انا شخصيا ما كنديرش الكاسرونه، انما هاد المقله اللي كنت خديتها شحال هادي من مرجان بمية درهم كندير هي اللي كنخدم بها، منها ما تتهش ليا كميه كثيره ديال الزيت، وفي نفس الوقت كتقلي ليا كميه كبيره بدون ما نبقى نتسنى اولا بدون ما نبقى نضيع الوقت، لان المراه المغربيه مدبره ماشي غير في الميزانيه، انما في الوقت والجهد، وكذلك كذلك حتى في الحيل المنزليه اللي فعلا فعلا كتنفعنا في بزاف الاشياء. ومن بينها هاد جوج فصوص ديال الثوم اللي درناهم في المقله ودرناها تسخن، غادي يحيدوا لينا الريحه ديال الطياب، وفي نفس الوقت غادي يعطيونا لذه للحوت ديالنا وغادي يكون صحي. سمحوا لي ازربت في الخدمه عليكم. غادي ناخذوا هنايا الدقيق اللي غادي يكون صفر، وانا من الافضل كنفضل الفينو، مليحه وبزار وتحميره. فوالا كيف كتشوفوا معايا اولا بابريكا، ونخلط هاد المكونات كاملين. فوالا كيف كتشوفوا معايا، ومن الافضل انكم ديروا شويه ديال السودانيه حيت فريمون 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 كتجي لذيذه. غادي ناخذ هاد الميرلون اللي غادي نكون غسلتها وخليتها ضروري تنشف، ماشي تجيبوا الحوت هكاكين وتقليوه هذيك الساعه، انما خليوه شويه ينشف عاد خدموا به. ودائما الا بغيتي تاخذي الحوت جديد شوفي واش ما كيتحلش ما كيتفرتتش، واش الحمو شاد في راسو، وكذلك حتى بالنسبه للعوينه ديالو واش حمراء اولا عاديه. من الافضل تكون هكا بيضاء باش كنعرفوه جديد، باش كنعرفوه جديد. اما الا كانت العين حمراء راه قديم وبيت. غادي ناخذوه غادي نخلطوه هنا كيف كتشوفوا معايا، نخليه واحد المده بينا ما شدات فيه اولا لصق فيه هذاك الدقيق كامل، والمرحله المواليه من بعد غادي ناخذ هنايا حتى بالنسبه لهاد الصول وغادا نخلط هادشي كامل. فوالا بالنسبه لي انا هنايا شخصيا جبت الصول ب 600 ريال اولا 30 درهم، وبالنسبه للميرنو جبتو الميرنو جبتو ب 35 درهم. فوالا كيف كتشوفوا معايا، في هذه الاثناء غادي ندوز غادي ناخذ واحد الخصيصه، وما تنساوش بان الخص رائع بالنسبه للناس اللي كيعانيو من مشكل ديال فقر الدم، الناس اللي كيعانيو من مشكل ديال التعب، والناس اللي كيعانيو كذلك كذلك من مشكل ديال الكوليسترول والسمنه الزائده، وكذلك غنيه بالكالسيوم ما تستهنوش به بالمره. غادي نوضعها بهذا الشكل، ومن بعد غادي ناخذ واحد الفلفله نقطعها نحيد هذا الداخل ديالها. فوالا واحد مطيشه كذا ومثال، ناخذها ونقيها فوالا كيف كتشوفوا معايا.
غادي ناخد هاد المطيشه غادي نحيد ليها الزريعه، غادي ناخد كذلك هاد البصله اللي غادا نقيها، وهنايا ما غاداش نستعملها كامله، انا غادي نوريكم اشنو غادي ندير بها. ومن الافضل ملي تبغيو تاخذوا البصله تكون من الداخل، ما تكونش كما تنقولوا معجوجه، ورا في هاد الاثناء الحوت حدايا كيتقلى. فوالا المرحلة الموالية غادي ناخد هاد الخيار نوضعه هنا، غادي ندير نص بصلة، وبيني وبينكم هاد الآلة العجيبة الغريبة غادا تنفعكم بزاف بزاف يا البنات. وغادي ندير فلفلة وندور بهاد الطريقة. فوالا ومن بعد غادي نبدا نخلط. اولا غادي نبدا نطحن، غادي نوضع هاد الشيء جانبا، ومن بعد غادي ناخذ هاد المطيشه ما تنساوش بان هاد السلطه رائعه بالنسبه للناس اللي كيعانيو من المشكل ديال الكوليسترول، كيعانيو كذلك من زياده الوزن، وكذلك هاد السلطه جد نافعه بالنسبه للقلب، خاصه 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 الناس اللي تيعانيو من مشكل ديال وهنايا غادي ناخدو هاد الخليط كيف ما شفتو معايا، ومن بعد غادي نضيف عليه كيف كتشوفوا شويه ديال الملحه شويه ديال البزار، وكذلك كذلك الخل من الافضل يكون ديال التفاح، لان الخل ديال التفاح رائع بالنسبه لتشحم الكبد. فوالا كيف شفتوا معايا، وغادي نقومو بخلط هاد المكونات. المرحلة الموالية غادي ناخدو هنايا هاد الكوكوط، وغادي نوضعوا فيها هذيك نص بصيله اللي احتفظنا بها من قبيله، حيت اصلا البصله دابا غاليه. وهنا كيف شفتوا المرقه اللي كنت درت البارح منها بطاطا والسلاوي، ملي كنت كنقي خليت منها شويه درتها في الماء باش تجيني هكا سهله، وفي نفس الوقت اقتصاديه بلا ما نحتاج نديروا كميه كثيره وطرمه. وكذلك بالنسبه للبسباس اللي كنت نقيتو معايا البارح، خليت منه شويه ودرتو هنايا في هاد لاسوب اللي كتجي رائعه ولذيذه.
السلاضه اللي درتها قبيله خليت منها شي وريقات ديال الخس وتا هي وضعتها في الكوكوط. إيه هي لالا. وكذلك كذلك هنايا غادي نزيد خضيره اخرى باش تعطيني واحد لا سوب رائعه ولذيذه وصحيه. غادي نحتاج واحد الفلفله اللي غادا ناخدها ونقيها غادي ناخد كذلك هنايا احد المكونات اللي غني كثيرا جدا بالكالسيوم اللي هو اللفت. غادي ناخدوه وننقيوه. فوالا كيف كتشوفوا معايا ناخذوا هذا اللفت غادي نقطعوه بهذه الطريقه. نضيف شويه ديال البزار وهنا كيف ما كتشوفوا معايا غادي نضيف كذلك القليل من الكركم او الخرقوم. مليحه وغادي نضيف كذلك القليل من الزنجبيل او ما يسمى بسكنجبير. فوالا كيف كتشوفوا معايا ومن بعد غادي نرد هذاك الخليط غادي نضيف عليه شويه ديال زيت الزيتون. ولكن قبل من هذا الشيء كامل في نفس الوقت كانت كنوجد الحويتات ديالي اللي كانوا تيتقلاو. ونصيحه البنات بالنسبه للقليل كما شفتوا راه كميه قليله ديال الزيت قليت فيها هذا الميرلون وقليت فيها كذلك السولو باش ما يتحلش لكم الحوت. حاولوا ما امكن انكم ديروا هاد اللعبه او هاد سباتولا. حاجه اخرى اللي نبغي نقول لكم واللي جد مهمه هي حاولوا ما امكن انكم ديروا الحوت في الفران بطريقه سهله. هي كيف ما كنت قاسمت معكم قبل كديروا ليه المارينات ديالو ومن بعد كتضيفوا شويه ديال زيت الزيتون من الفوق وكتدخلوه الفران خاصه المارينات ديال هذا ديال قولوا نتوما ديال الموطارد كتجي رائعه وغزاله. ديجا كنت قاسمتها معكم لا سواء بالنسبه للحوت ولا بالنسبه للصول ولا بالنسبه كذلك الميرلون. ممكن انكم ديروا عليه غير الملح والبزار وشويه ديال الزعتر وزيت الزيتون وفصيصات ديال الثوم تحطوهم جانبا باش كدير هذا وكتدخلهم الفران. وكذلك حتى بالنسبه للحوت اللي مقلي ممكن انكم ديروا على هذا القليان تستغناو على هذا القليان وديروا الحوت في الفران تيجي صحي احسن وافضل. غير هي دائما يكون ناشف ودائما خويو الزيت لتحت عاده من بعد ديروه الفوق عاد من بعد تزيدوا شويه ديال زيت الزيتون الفوق. ومن اللي نبغيو نطيبو كنطيبو الفوق والتحت يعني كنشعلو الفران الفوق والتحت دقه واحده. كناخذو هنا كيف ما كتشوفوا معايا كذلك هاد السلطه اولا هاد شحال هذا اللي كنديروها فهاد الجهه. وبالنسبه بينما وجدنا الغديوه ديالنا في نفس الوقت صرحنا شعلنا على
الشوربه ديالنا باش طيب. ما بقى لي الا نودعكم، نقول لكم تهلاو فراسكم، زيدوا كويس ديال العصير، وبالصحه والراحه غداكم. شكرا خاص على المتابعه.